أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة 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 نماز پڑھتی ہوں میں صبح کی دو رکعت قربتن الى اللہ اللہ اکبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمي الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوتي أقوم وأقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمي الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي العلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا